التقى الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي في بروكسل على هامش أعمال القمة الأوروبية الإفريقية. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان. ومن جانبه أعرب الرئيس القبرصي عن تطلعه لتحقيق مزيد من الخطوات لترسيخ التعاون بين البلدين، خاصة في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. أكد الرئيس السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع بلغاريا، خاصة على صعيد التبادل التجاري والسياحة والصناعة والزراعة، وذلك لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية. هذا وشهد اللقاء التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي، كون مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة زيادة التعاون العسكري مع بيلاروسيا في ضوء النشاط المتزايد لحلف الناتو على الحدود الخارجية. وأكد بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استعداد موسكو لمناقشة أفكار الغرب حول الأمن في حال كانت كل القضايا في حزمة واحدة وبدون انفصال عن المقترحات المهمة بالنسبة لروسيا والتي تطالب بعدم توسع حلف الناتو في شرق أوروبا. أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين اقترح على نظيره الروسي سيرجي لافروف اللقاء في جنيف. وقالت غرينفيلد أن الخارجية الأمريكية تسعى للجلوس على طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي، وتأمل أن يتم حل الأزمة الروسية الأوكرانية دبلوماسياً بدلاً من المواجهة. جدد الرئيس اللبناني ميشيل عون التأكيد على أن الانتخابات النيابية سوف تجرى في موعدها 15 من مايو المقبل، داعياً إلى عدم الأخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها. وأعرب عون عن أمله في أن يتم إقرار مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي الاستثنائي بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية في أسرع وقت ممكن في مجلس النواب، حتى تتمكن وزارة الداخلية والبلديات من استكمال الإجراءات الضرورية لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. تراجعت أسعار النفط اليوم متجهة نحو تسجيل هبوط أسبوعي، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 91 دولاراً و75 سنتاً للبرميل، فيما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 دولاراً و39 سنتاً للبرميل.